وللمزيد معنا هاتفيا اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية. سيادة اللواء أهلا بك معنا وكل عام وأنتم بخير. هو يوم تستعيد فيه الذكريات ويعني نعود إلى كيف غيرت ثورة يوليو شكل مصر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. كل سنه وحضرتك طيبين ومصر كلها بخير. ويعني انا شايف ان النقطه دي نقطه مهمه قوي عشان نتكلم فيها، ان احنا يعني نستخلص دروس التاريخ من اللي حصل في ثوره يوليو، لان المهم قوي ان احنا نحط ايدينا على نقط القوه والنقط اللي ممكن حتى نحب نعدلها. اولا طبعا هي اهم حاجه ان الشعب المصري لا يفرط اطلاقا في استقلاله السياسي وسياده الدوله، وده الحقيقه كان يمكن اهم مبدا مبادئ ثوره يوليو 52، وما زال هذا المبدا موجود ومرتبط الحقيقه ارتباط كبير جدا بما يدور حاليا من تحديات تواجه مصر. النقطه الثانيه المهمه هو موضوعات العداله الاجتماعيه وعلى مسار متوازي التنميه على اختلاف انواعها. فكان الحقيقه من بدايه ثوره يوليو التنميه وايضا مراعاه البعد الاجتماعي في التنميه، وانا شايف ان النقطه دي نقطه ايضا انا بربطها بالحاضر. مشروع تنميه واضح جدا المعالم في مصر كان بتمثله رؤيه مصر 2030، وفي بعد اجتماعي واضح وهو مشروع حياه كريمه. النقطه الثالثه في الدروس المستفاده وبربطها الحقيقه بالحاضر، وهو دور مصر الاقليمي في محيطها العربي والافريقي وفي العالم برضو ايضا، وانا شايف ان النقطه دي موجوده والمساعده العاليه جدا للدول. وخليني ادي مثال واحد بس، وهو على سبيل المثال الحقيقه وليس الحصر، مساعده الشعب الفلسطيني في محنته اللي بيمر بيها حاليا وحتى منذ مشكله فلسطين سنه 48. بالضبط. ايضا من الرسائل الكثيره والتي وردت في كلمه السيد الرئيس هي وحدة الشعب المصري وإلغاء الفروق بين الطبقات الاجتماعية. الحقيقة دي نقطة مهمة، لأنه هو التهديدات الجديدة للدول هي بتعمل على الهدم من الداخل مستخدمة مكونات الدولة السكانية نفسها. يعني ما نلاقي الصراعات اللي موجودة حوالينا في الإقليم، كل هذه الصراعات صراعات داخل شريحة السكان نفسها، فيش مستعمر جاي واضح من بره زي الاستعمار القديم. والنقطة دي الحقيقة السيد الرئيس بيركز عليها جدا، وهي وحدة الشعب، وهذه الوحدة الحقيقة مش هتتحقق غير بالوعي. الوعي ده مهم قوي، لأن الموضوع ملتبس الحقيقة، وفي دول الحقيقة تأثرت بيه تأثر سلبي، لأن منظومة الوعي ما كانش الحقيقة بالقدر الكافي إنها توعي أن الهدم من الداخل وليس عدو واضح المعالم جاي من الخارج. النقطة دي أنا شايف مهمة، وللأسف الشديد وأنا بخليني برضه أقول الجزء دي من ضمن منظومة الوعي، إن الدولة اللي بيتم هدمها من الداخل ما بترجعش تاني. الاستعمار القديم لما كان بيجي بجيوش واضحة المعالم كان الحقيقة يمكن إن الدولة تصده وتحصل على استقلالها السياسي بعد عدد من السنوات اللي يزيد طبقا لكل دولة، لكن الهدم من الداخل الدولة ما بترجعش تاني للأسف الشديد. والوعي هو نقطة البداية الصحيحة للفهم الصحيح، لأن الفهم هو القوة الحقيقية. يعني أيضا يعني في إطار الوعي، ثورة يوليو لم تكن ثورة على النظام فقط، ولكن كانت على أوضاع، وربما أشرت سيادة اللواء إلى مسألة العمل على خطين متوازيين، خط الحماية الاجتماعية وخط أيضا التنمية الاقتصادية. إذن المفهوم ما زال قائما هو الثورة على أي أوضاع غير سليمة. صحيح صحيح. يعني وبعدين كلها مبادئ واضحة ما بيختلفش على اثنين. لما أقول تنمية لكامل مصر، وشفنا يمكن برضه عشان يمكن الاجيال الجديده، يعني مشروع زي السد العالي، زي المشروع التصنيع اللي كان موجود في مصر بشكل كبير جدا في مجالات متعدده، المصانع الموجوده، الحديد والصلب على سبيل المثال، وايضا كان التصنيع العسكري موجود وبدات مصر في تصنيع عسكري. وعشان كده لما مصر بدات هذا المشروع العالي جدا كان المخطط ان هي ينضرب هذا المشروع بحرب، دخلنا في حرب 56 وراها 67. فخليني اقول برضو ان كل مشروع تنموي كبير له بعد اجتماعي، والمشروع ده موجود حاليا في مصر اللي هو بكل ابعاده، حتى في تصنيع عسكري على فكره، وحتى ليه بعد اجتماعي اللي هو مشروع حياه كريمه، من المتوقع ان يتم نفس التاريخ بيعيد نفسه، ان يتم ضرب هذا المشروع سواء من الداخل او بجر مصر الى صراعات خارجيه. النقطتين دول اللي هم يعني الحقيقه بيواجهوا مصر محاولة زعزعة الاستقرار الداخلي باستهداف مكونات الدولة،
من السكان، وايضا عايز دايما ان انا اخرج خارج الحدود باستمرار، وصراعات خارج الحدود واتورط في الصراعات الخارجيه. النقط دي مهمه جدا لان التاريخ بيعيد نفسه بس بادوات واساليب جديده. نعم، يعني استغل وجود حضرتك معانا وسيادتك مستشار بالاكاديميه العسكريه للدراسات الاستراتيجيه ونتحدث، ودعني اركز على مساله الوعي التي اشرت اليها سياده اللواء. في كل ذكرى نحتفل بثوره للاخذ منها العبر للاجيال الحاليه والاجيال المستقبليه. اكاديميا كيف يمكن تعزيز روح ثوره 23 من يوليو للاجيال الحاليه والاجيال المستقبليه؟ اكاديميا يعني خلينا اقول حق الفكره الاكاديميه لهذا الموضوع ان انا ادرس التاريخ دراسه حياديه، وعندنا اساتذه التاريخ الحقيقه يعني علموا العالم كله وعلموا المنطقه يعني فعندنا اساتذه التاريخ الحقيقه في قمه الرقي الاكاديمي والاحتراف. فالدراسه دراسه التاريخ بشكل حيادي، واعرف نقط القوه ونقط الضعف لان التاريخ بيعيد نفسه، واستهلم نقط القوه اللي حصلت. إن الشعب ما كانش عنده حاجة خالص، كان مجتمع الحقيقة كان فقير قوي في 52، ومع ذلك التف حوالين القوات المسلحة وحصلت الثورة، والحمد لله بكل ما فيها من 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 نتائج إيجابية تحققت. فأنا نمرة واحد دراسة التاريخ بصورة حيادية، ونقطة القوة ونقطة الضعف. نمرة اتنين فهم ما يدور حاليا، ودي نقطة مهمة جدا. المعطيات تتغير، يعني ما حدث في 52 غير ما يحدث الآن. التكنولوجيا تغيرت كحضرتك محقق تماما، التكنولوجيا بتغير. يعني مين كان يقول ان ممكن الدخول على وعي المواطن مباشرة من قوة خارجية باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي داخل على المواطن على طول دون المرور حتى على أي حاجة في الدولة؟ ده كانش موجود زمان. وبالتالي الوعي، خليني بقى يمكن تطبيقا لهذا المبدأ، الحقيقة القوات المسلحة المصرية بتشارك بصورة قوية جدا في منظومة الوعي من خلال الأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، وأيضا كيانات كثيرة في القوات المسلحة زي إدارة الشؤون المعنوية وأيضا كيانات أخرى. لكن دراسات مسائية شغالة الحقيقة بشكل علمي أكاديمي واضح جدا تشارك في منظومة الوعي. الكلام ده منذ ثورة 30/6/2013 ومفتوحة لكل المجتمع. تواصلنا مع الجامعات، مع مراكز الشباب، مع الوزارات المختلفة. الحقيقة التواصل ده، وعلى فكرة التواصل ده في العلوم الإنسانية بيسموه العلاقات المدنية العسكرية. خلينا نحطها بصورتها الأكاديمية. ومصر الحقيقة مثال في يحتذى به في العلاقات المدنية العسكرية، اللي احنا ساعات المواطن بيقولها بصورة يمكن مش أكاديمية أو يقول لك الجيش والشعب ايد واحده. ايوه، هي ترجمتها العلميه العلاقات المدنيه العسكريه التي مصر والله نموذج يحتذى به. يمكن الحته الاكاديميه ما حدش بيركز عليها كتير، لكن انا بقول لحضرتك لما نبص للعلاقات المدنيه هي قوة ناعمه للدور العسكري. وجهين لعمله ذهبيه واحده. نعم. الجيش والشعب وجهين لعمله ذهبيه واحده بيتحركوا مع بعض على مر التاريخ. وكان على فكره احد اهداف ثوره 52 من ضمن اهدافها بناء جيش وطني قوي. بعد 30/6 تحديث الجيش المصري والدخول في التصنيع العسكري وامتلاك قوه قتاليه تحقق الردع، ولو فشل الردع تحقق الحسم. وده اللي موجود. التاريخ بيعيد نفسه بس الادوات ساعات بتختلف. التاريخ يعني التاريخ يعيد نفسه، والوعي مهم ومطلوب، وهو الهدف الاساسي من التركيز وتسليط الضوء على الرسائل والعبر من ما تمر به مصر من أحداث، وتحديدا إذا كنا نتحدث عن ثورة 23 من يوليو، وفي إطار أيضا ما ذكرت ثورة 30 من يونيو. أنا بشكر سيادتك سيادة اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، وكل عام وأنتم بخير.